طيب أنا رح أتصرف. بقي بحياتك. نادرة يا نادرة، جيبي كولونيا. اهدي فتلة، اهدي. أمر الله كم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شمي شمي. اهدي يا فتلات، اهدي أرجوكي. ما لازم حدا يدري باللي صار. بكرة رح يصل جسمان ولازم تروح تستلميه. يا ولي يا فوزي، لمين تركتني؟ يا ولي على المصير، يا ولي. الله كبير يا فتلات، الله كبير. والميت والولاد، يا ويلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات. كان متوقع هالشي. وهلا شو؟ منيح اللي بعت الظرف مع اخته. نوراء شو فيهم؟ لسه ما فتحت الظرف، بكره بفتحه وبشوف كيف بدنا نتصرف، بس هلا لازم روح لعند الجماعه. تحب روح معك؟ يا ريت، بس بعد فصلك امبارح صارت صعبه شوي. ألو، أهلين أهلين أستاذ ماهر. بعين الله، ما بظن قدرانة تحكي هلا. ماشي، مع السلامة. كان حاسسني قلبي انه صاير له شيء. بوزي كان رفيق عمري، الله يرحمك يا بوزي. وهلا شو ناويين تعملوا؟ قصدي لا تهكلي هم يا فتنت، انا متكفل بكل شيء. شكرا. امي انا بدك مني شيء؟ لوين؟ دايق نفسي، بدي اطلع شم شوية هوا. ما هو حق أبوه، الله يكون بعونكم جميعا. ايني شو فيها؟ سيدي فيها شوية غراض. ايه بس؟ ايه معلش، بيتي صلي على النبي. يا رب. لا لا، ما حكيت مع حدا، ما رحت على المكتب.
راشد بنت اخته بتشتغل بالسفاره، اكيد بيكون دري منها. لا لا مو مشكله، انا بكره المساء بروح لعندك، طبعا بعد الدفن مباشره. لا انا ما راح احكي شيء، بس ضروري كثير ما حدا يضوج او يعمل شوشره. طيب بكره الصبح الساعه 9 بالمشرحه. مع السلامه. السفاره السوريه هي اللي اتصلت من باريس وخبرته عن الموضوع. الله يرحمه. الله يكون بعونك يا علا. ليش هيك حظك اخي؟ والله ما لحقت تفرح. لك انه يفرح، هو يحب يعمل سبع البرمبه، قام راح لحاله وقلعوه. العمل الدنيا كيف تتشقلب. انت شو اللي خلاك تعمل هيك؟ قلي وهلا شو بدك تساوي؟ انا لازم احكي معه هذا الرقم. لا لا اختي، بعدين بعدين. لا هلا. اعطتني رقم موبايله. حطيته بالسين. هالو علا، بأي بحياتك، انا بسمة، قلبي معك. يلا خدي معي. الو اهلين علا، كيفك هلا؟ لا الحمد لله الحمد لله. ايه طيب انا بدي امشي. والله ما بتروح. انام عنا، بركي اختك تعملنا عش مرتب مثل عادتها دائما، ويا رب تفرح فيك الصبح. والله مشتاق لك كثير، بس مضطر امشي. شبكي ليش لابسه اسود؟ مو السيد فوزي عطاك عمره؟ ايه بعرف. شو يعني؟ كلنا على هالطريق. وين فتنات؟ فوق بغرفتها عم تبكي. تعي ساعديني نحمل الشنطة لفوق. إذا سمحتي دقي منيح، الجسم شوه كتير. ليش ما شفتك امبارح؟ انا نوران اخته لفوزي. الله يرحمه.
شو عمتي؟ شو هلا؟ لازم كل شيء؟ راحوا الناس؟ راحوا كلياتهم، بيان الثلاثي وعبد الكريم. مين الثلاثي هدول؟ راشد وانور وجاسم. هدول رفقاته لبابا الله يرحمه. اما شو رفقاته بياخذوا العقل، المهم اجا ماهر. ابن اصل. بياخذ العقل، شو ابن اصل؟ مشان هيك اجا اخر يوم. لك شايفتي؟ حتى بهيك وضع وظروف ما بيقدر ينسى لا حقده ولا كراهيته للناس. طولي بالك حبيبتي. مو وقتها هلا، طولي بالك. الحمد لله ان حقوقكم محفوظة. شلون يعني محفوظة؟ فهمنا. جاسم اهدى شوي لحتى نسمع. المرحوم بعت لي ظرف في وراق تحفظ حقوق الكل. يعني كان متوقع يصير معه هيك شيء؟ ما بعرف. المهم هو بعت لي وراق وطلب مني اني ما افتحهم الا اذا هو رجع او حكى معي او اذا صار له شيء. وهاي صار له شيء يا سيدي. بقى الله يرضى عليك ويجبر بخاطرك، خلينا نفتح الوراق ونشوف شو بيها. جاسم زودتها؟ يا جماعة طولوا بالكم علي، كل واحد لح يصلوا حقه، بس عطوني الوقت لحتى أدرس الموضوع. إيش قصدك هاي؟ ما فهمت عليك. بدي شي يومين لأدرس الوراق منيح حتى أعرف كيف بدي أتصرف بدون ما يتضرر حدا. الباين إنكم قاعدين تلعبوا بينا. اسمع، أنا بدي فلوسي، بدي إياها وهسع. جاسم اهدى بقى وحاجة تنق. يعني يلي انتظر كل هالوقت ما بينتظر له يوم او يومين؟ يعني بتنتهي بهالمدة استاذ؟ اكيد اكيد، بس نحنا ما رح نقدر نتصرف قبل ما نعمل حصر ارث شرعي. او احنا شو دخلنا بهذا كله؟ ها، ما احنا ورثة، ما احنا ورثة. صحيح، بس لازم نعرف شو قلو وشو عليه. يلا شباب قوموا. كبرت يا سهيل، إذا هذا الكلب راشد صار ختيار. بس 23 سنة، 23 سنة ما بيكفوا لنسى. هو فوزي مات. هلا شو امي؟ شو؟ بدنا نرتب الامور. انا امور؟ لازم نعرف شو بدنا نعمل. لسه تربته وما نشفت لابوك، شو عم تحكي انت؟ يا امي هدول هلا بيهوجوا علينا، مثل كلاب الشوارع بصيروا هن وغيرهم. مين هن؟ شركاتكم. أنت ما دخلك، أنا بعرف كيف أتصرف. هلأ مو ملاحظة أنه كلمة شو دخلك صارت مبهبطة شوي؟ شو قصدك؟ قصدي أنه دخلني، ودخلني كتير كمان. شو الوقعة هاي؟ طيب سميها مثل ما بدك تسميها، أنت حرة، بس أوعك تفكري أنه ما دخلني. أنا دخلني وكتير كمان. على العموم من هون ورايح أنا اللي حاتصرف.